أرى استجواب للحكومة خلال هذه المرحلة، حتى أنه كان رئيس مجلس النواب خلال الساعات الماضية يمكن أو الأيام الماضية بالأمس بيتحدث أنه ممكن نعمل استجوابات وهنعمل، يعني كان في نبرة كانت فيها نوع من التهديد أو الغضب أو التعبير. تقييمك لي فكرة الاستجوابات والأدوات البرلمانية اللي البرلمان بيراقب الحكومة ويتابع عمل الحكومة ويسائل الحكومة ويضبط بها الأداء، الفكرة العامة إيه؟ لا، هي الأدوات الرقابية يعني خلينا نتحدث أن الاستجواب هو أعلى أداة رقابية تستطيع أن تستخدمها، لكن هناك كثير جدا من الأدوات الرقابية التي تستطيع منها زيارة اللجان التقصي الحقائق وزيارة الميدانية ثم طلبات الإحاطة، وهو الأداة البرلمانية الرقابية الأشهر. لا، هذا البرلمان استخدم أدوات رقابية كثيرا جدا فوق المعتاد. انا بتحدث لو تحدثت مثلا فوق المعتاد لو تحدثنا انا محديك مثال تحدثنا عن لجنه الشباب والرياضه مثلا، احنا منعقدين اول 10 الاول اكتوبر انعقاد البرلمان، احنا لغايه دلوقتي في حوالي 16 طلب احاطه تم مناقشته داخل اللجنه. مناقشته مش تقديم؟ لا، مناقشته فقط داخل. معظمها بتنصب عليه؟ معظمها بتنصب حوالين احتياجات مراكز الشباب، معظمها بتنصب حوالين بعض الاهمال اللي بتعاني منه الانديه. يمكن انت قلت مراكز الشباب، ما هوقفك معلش. اسمح لي. اتفضل. مراكز الشباب عندنا 4200 مراكز شباب في مصر. يعني 4200 بنايه مبنى، وعند 4200 رئيس مركز شباب وموظفين واساس وعهده وفلوس وميزانيه، صح؟ رقم انا ما اعرفوش طبعا قد ايه، بس اتخيل يعني. واعتقد ان احنا لو عايزين نوصل لادغال ادغال الريف والاقاليم من خلال مراكز الشباب، كيف يمكن لحزب مستقبل وطن اللي بيرأسه شاب وهو عنده حيويه يعيد لمراكز الشباب دورها الحقيقي في الوصول الى كل بقعه في مصر، سواء قضايا التوعيه عايزين نوعي الناس. احنا عندنا مشكله التعليم والتربيه والتعليم، مشكله الاستراتيجيه التعليم مش عارفين نوصلها للناس، ما عنديش طريقه للتواصل والاعلام مش واصل. ازاي استغل مراكز الشباب في بناء الوعي من جديد؟ ما فيش خطه جاهزه عندكم في الحزب او اللجنه اللي بترأسها ان احنا فقط نعيد لمراكز الشباب دورها؟ طب خلينا بس نضع خط فاصل ما بين الحزب واللجنه، تمام؟ لان مراكز الشباب لها قانون لتنظمها وليمنع فيها العمل السياسي بشكل، مش التثقيف السياسي، العمل السياسي يمنع فيها. لكن انا كحزب لي ادواتي وكلجنه لي ادواتي، وانا هتحدث في النقطتين بشكل سريع جدا. انا كحزب طبعا املك مقرات في جميع اقسام ومراكز مصر، واكثر من 6201 حزبيه ستكون مكتمله بنهايه هذا العام على مستوى جمهوريه مصر العربيه. خلال 6 شهور بعدها سيكون لدي كثير جدا من المقرات في الوحدات الحزبيه والقاعديه على مستوى الجمهوريه. هذه المقرات تستخدم بشكل كامل كصالونات للنقاش، بها مكاتب قادره على التوعيه، قادره على التثقيف، بنجهز عديد جدا من المدربين اللي هيقوموا بالتدريب الفتره القادمه باذن الله رب العالمين على اهم المجالات، مش مجالات سياسيه بس، المجالات الحياتيه التنمويه والحياتيه عموما اللي بيحتاجها اي شاب مصري في بدايه حياته. بنكون موجودين معاهم من خلال القافلة الطبية، من خلال المعارض زي ما قلت، من خلال كل الأنشطة اللي ممكن يحتاجها الشاب أو المواطن المصري العادي. أما بالنسبة لجنة الشباب والرياضة، زي ما أنت سيادتك قلت، مراكز الشباب هي مكان تستطيع أن تصل به إلى كل قرية في مصر وإلى كل مكان في مصر. يمكن أنا محظوظ برضو في وجودي في رئاسة اللجنة أن أنا معايا وزير متعاون جدا الدكتور أشرف صبحي، من أكثر الوزراء نشاطا وتعاونا، يمكن في كل يوم في محافظة وكل يوم في مكان شايفينه، بينزل زيارات تفتيشية بنفسه وبينزل يشوف المشاكل بنفسه. على فكرة احنا مع بعض في قنا والأقصر يوم السبت والأحد والاثنين إن شاء الله بإذن الله، زيارة للجنة وزيارة للوزير في نفس المراكز الشباب مراكز الشباب، يعني هيكون في اكثر من 10 مراكز شباب تقريبا ونوادي خلال، انا اقصد بالاضافه لمجموعه الافتتاحات. لا، مركز الشباب تستطيع ان تقوم بالدور اللي حضرتك بتقول عليه وتقوم بيه اكبر من كده. بنواجه مشكلتين دايما في مركز الشباب. اول مشكله الامكانيات، المركز نفسه يمكن بيتحل ده من خلال الاستثمار الرياضي، ان نكون المراكز فيها نوع من انواع الاستثمار وقادره على ان هي تجيب موارد لنفسها من خلال مجموعه من الاستثمارات.